يا صباح الخير عليكم كل مشاهدي قناه النهار لايف في كل مكان، شبكه ان تي ان على مدار ساعتين. بالتاكيد هنكون موجودين معاكم النهارده على الهواء مباشره السبت 12/8/2017. نتمنى يا رب فقراتنا كلها تعجبكم بالتاكيد. كلام كتير الحقيقه الواحد كان محضره الصبح بالتاكيد، واشد تعازي لشهداء حادث قطري الاسكندريه. ولكن قبل ما اتكلم بالتاكيد لازم اصبح على دينا ولا صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا اشرف، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. طبعا بننعي انفسنا وبننعي طبعا الشعب المصري كله في ضحايا وشهداء طبعا حادث القطار امبارح. طبعا احنا الحوادث بتحصل في كل حته، بس في نفس الوقت ما بنيجي نتكلم على حادثه زي اللي حصلت امبارح او الحوادث اللي حصلت على مدار السنين اللي فاتت، بالذات في حوادث الطرق وحوادث القطارات والمرافق العامه عامه، بيفتح ملف مهم جدا وهو ملف الاهمال والتقصير ومحاسبه المهمل والمقصر. وفي نفس الوقت بيخلينا نسال اسئله عن الاجهزه الرقابيه ودورها في مصر. نتكلم، شفنا تصريحات امبارح يا اشرف لوزير النقل، كانت تصريحات بالنسبه لنا انا بالنسبه لي كانت صادمه. فكره ان القطاع بقاله اكتر من 45 سنه لسه بيستخدم ارشادات بدائيه، وفي نفس الوقت هو بيتكلم ان في تطور او في تطوير بس لسه ما وصلش لحد المكان ده، غير ملحوظ. وزي انت ما قلتي مش في كل المحافظات. بالظبط، مش في كل المحافظات. ولا وطلب ان هو بالظبط ده على لسانه، يعني ان هو طلب 10 مليار لتطوير قطاع المرافق العامه يعني والسكك الحديد في مصر. طلب 10 مليار وحددوا له بس 3. فاحنا قدام حاجات كتيره قوي، منها تقليل العنصر البشري اللي كل مره بيبقى فيه مشكله بيروح ضحاياها اهالينا المصريين، الناس الغلابه اللي مش لاقيه ان هي تطلع بعربيات او كده. فطبعا المشاهد اللي شفناها امبارح مشاهد ماساويه تخلينا فعلا نبكي من اللي احنا وصلنا له. لزملائي هم طالعين الحقيقه النهارده الصبح معايا، الكل بيتكلم بيقول ان وسيله النقل بالنسبه للقطارات كلنا بنعتبرها وسيله امنه، وسيله امنه واضمن كتير من ان احنا نركب مثلا باصات على طرق سريعه و والاخره. ولكن يبدو ان بالاسلوب اللي دينا بتحكي عنه ده هيبقى كمان القطارات وسيله غير امنه، لان لو اعتمدنا على التحويلات بشكل يدوي صحيح. ومش بشكل تكنولوجي ووجود خرائط لعمليات التحويل من خط لخط، دخلنا في مشكله. لما يجي السيد وزير النقل يتحدث ويقول مش كل المحافظات بيتم تغطيتها بوسائل تكنولوجيه او تقنيات عاليه، كويس، حتى لو هذا الكلام سليم 100%، طب والحل ايه؟ هل هنعتمد على العنصر البشري زي ما دينا بتقول معرضين لاخطاء؟ وطبعا حتى لو في تكنولوجيا بتبقى اخطائها محسوبه صحيح. ولكن لغايه امتى هنستمر في هذا المسلسل من الاهمال؟ هو ده السؤال. صحيح. طبعا ما ننكرش طبعا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا يمكن كلامه وتصريحاته عن ان تسخير جميع مرافق الدوله طبعا خدمه ضحايا وشهداء ومنتظر نتيجه التحقيق وفي نفس الوقت كمان النائب العام وفتح التحقيقات بالزبط. بس بنطلب ان فعلا يكون في تحقيقات وسرعه البت فيها. من المخطئ؟ ومن المخطئ؟ وطبعا زي ما قلنا في الاول هي فكره ملف التقصير والاهمال والمحاسبه والرقابه. بالظبط. خلينا نستعرض بحضراتكم فقراتنا للنهارده، وهيكون فيها الكاتب الصحفي المتميز استاذ محمد الازاز رئيس قسم التحقيقات بالاهرام. خليني اقول فقره ايضا هامه لمشاكل الفلاحين في مصر، والفلاح المصري الحقيقه مظلوم. اللي ما يعرفش ساعات يقول شو العدس بقى احسن، العدس غالي. عدس ما بقاش حتى العدس بقى غالي دلوقتي، الفول بنستورده. خلي بالك فالفلاحين بيعانوا، ومن ضمن مشاكل الفلاحين مشكله هنتعرض ليها النهارده من خلال الاستاذ محمد الخضري موظف المعاش والاستاذ سليمان عبد الهادي مزارع. هنتكلم معاهم كتير الحقيقه عن مشاكل الفلاح المصري وما يتعرض له من ظلم احيانا. خلينا نتكلم معاهم ونعرف بالظبط المشكله فين. دايما يوم السبت بيكون معانا فقره عن الديكور، والنهارده هيكون معانا المصممه الديكور مهندسه داليا جابر، وهنتكلم عن الجديد في تصميمات الديكور، لان دايما في جديد ودايما في ثيمز مختلفه وفي موضه في الديكور، فهنعرف منها الموضه في ديكور السنه دي هتكون ايه. الاستاذ سامي عايد عضو رابطه منتجي الدواجن هيكلم معانا النهارده عن معرض اجرينا لانتاج الدواجن، ونفسنا الفراخ ترخص. ده حتى الفراخ غليت قوي قوي.
بس انت يعني اعتقد دينا من خلال وجود الاستاذ سامي هتتكلمي معاه كتير في فكره انتاج الدجاني وكيفيه هبوط الاسعار مره تانية والمشاكل الاكيد اللي موجوده كل سنه. صحيح. ده هيحصل فعلا. اخيرا هيكون معانا الاستاذ هند سلامه وهنتكلم عن مشاكل المسرح المصري. زمان جدا زمان جدا والله الواحد كان نفسه يبقى عايش الفتره دي ايام ما كان المسرح هي خروجة الناس لما كانوا بينزلوا وسط البلد في مسارح كتيرة جدا مفتوحة ومسرح نجيب الريحاني ومسرح مضيع مسرح يعني كان في مسارح كتيرة قوي. دلوقتي المسرح المصري موجود بس قليل قوي قوي فبنتمنى ان احنا نشهد مرة تانية عودة للمسرح المصري. هنتكلم عن مشاكله من وهي استاذة هند سلامة رئيس صفحة المسرح بجريدة الوزير يوسف. نتمنى فقراتنا النهاردة ان شاء الله تعجبكم. خلينا نطلع لفاصل ونرجع مرة تانية بسرعة.